بنصلي الأول يسوع يملك على أفكارك وقلبك وجسدك ويديك حرية ويديك نعمة فوق نعمة وتقبليه محرر ومخلص، وبعدين نصلي دي الشفا. تصلي معايا قولي له يا رب يسوع، يا رب يسوع، أنا بفتح قلبي إليك، أنا بفتح قلبي إليك، تعالى أملك على حياتي تعالى أملك على حياتي وعلى قلبي وعلى قلبي وعلى أفكاري وعلى أفكاري وعلى جسدي. وعلى جسدي. أعطيني حياة جديدة أعطيني حياة جديدة بدم يسوع، بدم يسوع، وأؤمن بوعدك، وأؤمن بوعدك، بحبرك شفينا، وإيه؟ بجروحك شفيت، بجروحك شفينا، رش عليا رش عليا من دمك من دمك، وانتهر السرطان وانتهر السرطان من الدم، من الدم، وأعلن يسوع. وأعلن خلاصي خلاصي وحرية وحرية وشفاء وشفاء بدم يسوع. بدم يسوع. آمين. أختي ليلى، ربنا يبارك.